مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من حصة كان 2015، والذي سوف نخصصه لمباراة النصف النهائي التي جمعت بين المنتخب الغاني والبلد المنظم غينيا الاستوائية، والتي انتهت لصالح المنتخب الغاني بثلاثية كاملة. المباراة عرفت توقف في الدقيقة 84 بعد اجتياح الأنصار لأرضية الميدان من أنصار المنتخب الغاني، ثم توقفت المباراة لقرابة 30 دقيقة، ثم عادت المباراة إلى مجراها وعرفت تأهل المنتخب الغاني. إذا أتشرف باستضافة سيد الخضر عجالي، محلل الحصة ومحلل القناة. مرحبا بك الخضر. السلام عليكم، أهلا بكم وأهلا بالجمهور الرياضي الكريم. مرحبا بك الخضر، كما تشرفوا باستضافة السيد مختار حارثي، حارس دولي سابق. مرحبا بكم مختار. السلام عليكم يا زيد، وإن شاء الله نكونوا خفاف على المشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله. كما تشرفوا باستضافة جلال يعيش، صحفي بالقسم الرياضي وبقناة الجزائرية. مرحبا بك جلال. مساء الخير يا زيد، ومرحبا بالجمهور الكريم. مرحبا بك أنت كذلك، ومرحبا بضيوفنا الكرام. الخضر عجالي، مباراة اليوم عرفت مرة أخرى مهزلة من مهازل إفريقيا. المباراة توقف لقرابة 30 دقيقة بعد اجتياح أنصار المنتخب الغاني لأرضية الميدان خوفا على سلامتهم. والله هذا شيء مؤسف، لان لما نشوفوا عرس كما هذا رياضي ينقلب الى جحيم، كان السمعه تاع افريقيا، السمعه تاع المنافسه، يعني والله شيء مؤسف جدا النهايه تكون بهذه الطريقه هذه. صحيح مختار حريتي، ربما صور رايناها كانت ربما معبره نوعا ما، ولو انه ما كناش نتمناو هذا السيناريو، ولكن انصار المنتخب الغاني يجتاحون ارضيه الميدان، انا نشوفه في الصور الان، ربما البعض يربط هذا خوفا على سلامتهم. ويعني بعد 30 دقيقة تم إخراج جميع الجمهور، ويعني الماتش عاود ولا العادي بعد ذلك. كما قال الخضر شيء مؤسف، وهذه كما قل دورة كبيرة معروفة على ناحية أفريقيا وحتى العالم يشوف الدورة. أنا نقول باللي ما فعله غينيا الاستوائية، ما فعلته في مقابلة محات كل ما يعني لي زيفور اللي داروهم كاع باش ينظموا وينقدوا افريقيا لانقاذ افريقيا والدوره، محات كاع هنا نشوفوا يعني سلوك افريقي كيفاش، يعني مش كاع، ولكن هنا يقول لك كاين نيفو بين المونديال وافريقيا، هنا ما مش غالطين. لما تشوف انت في دوره كيما هذه وراحوا حتى نصف النهائي، يعني ما هكذا كبرك تشوف انت، واللي كانت بحد ذاته لقب هذا المنتخب، وكانت الفريق كان مقصى يعني كاع من الدوره، ما فعلوا الحكومه الغينيا الاستوائيه في ظرف 90 دقيقه محاوه السيبورتور تاعهم، وهذا شيء ما عندكش، ما تقدرش تعبر عليه. في هذا الموضوع جلال يعيش، مهزله اخرى تضاف الى غينيا الاستوائيه بعد المهزله في حق المنتخب التونسي، ربما اليوم كانت اكبر مهزله في هذه الدوره. حقيقة يا زيد، انت نسيت تتكلم على واش صرا فلاميطو. المنتخب الغاني اللي كان متفوق ب 2-0 ما قدرش ما با يدخل ليفيستير في فلاميطو باسكو كانوا المقذوفات، وديكو سجل المنتخب الغاني الهدف الاول ثم زاد الثاني، بداو يتيروا بالقراع اي توسكي كون بروجيكتيل على الفريق الغاني. هذا نقولوا بلي باش تشوف بلي فريق اللي يتاهل ويمر في في في, في الادوار بلا حق، يعني يجوز افيك ان فافوريتيزم، هذه هي الريزلتا، يعني كي سام لو فون غي كونت لا طومبيت. الكونفدراليه الافريقيه واش حبتها واش الريزلتا واش تحب نقول لك؟ ولو انه تربط كل هذا الى الهيئه الافريقيه جلال، وبعد خاصه تربطها مع انصاف او يعني حقروا المنتخب التونسي. اكزاكتوم، وانا دوكا جو م دوموند اسكو لا كاف وبرئاسه عيسى حياتو اسكو الفا دوموندي الغينيا الاستوائيه والرئيس تاع غينيا الاستوائيه يطلب معذره ولا يدير ديزيكسكوز كيما دوموند لتونس، باسكو واش داروا اليوم غينيا الاستوائيه سي 1000 فوا كراف على واش داروا المنتخب التونسي. وهذا هذا الملعب قالوا على تونس باللي كسروا الغرف في الملابس، هادو كسروا حتى كيما يقولوا المقاعد، كيفاش راح هنا غينيا الاستوائيه كيفاش راح يرمبورسي، وتسمى قالوا لتونس باللي هذه هنا نشوفوا الخطا تاع. كنا ننتظر ربما مختار حارثي انه غينيا الاستوائيه ما تكونش واجده 100%، ولكن لم نكن ننتظر هذه المفاجات الغير ساره. خلينا نعود الى كره القدم مختار. المنتخب الغاني كان كما قلنا امس ربما استغل الفرصه في الشوط الاول وسجل ثنائيه ولم يترك شيئا للكولاسه. طبيعة الحال نظن باللي الفريق الغاني خدها درس من مقابلة تونس، حيث شفنا تونس باللي كان قادر يعني يتأهل بطريقة سهلة، ولكن وللأسف الشديد بون يزون مونكي دو رياليزم، يزون مونكي دو سيريو تانيك دو ريسبكتي لادفيرسير، ومما جعل باللي لاربيت بون اخطا اي سي سون با مي الابري سي اون فو دير، contrairement au Ghana qui se sont mis à l'abri tout de suite et se sont dit حنا ما لازمش تصرالنا كيما تونس. Ils ont fait ce qu'il fallait.
فوالا سي تي لوسون سي سي خاصة لما تشوفوا سيناريو المباراة مختار حارثي الايفواري المنتخب الغاني يسجل في الدقيقة 42 ثم في الدقيقة 45 3 مينوت يعني طوال المباراة يعني كنا تكلمنا عليها البارح يا زيد قلنا الغنيين رايحين يرموا بكل ثقلهم باش الغنيين غاني غانا غانا عفوا كانوا رايحين يرموا بكل ثقلهم باش يسجلوا هدفين باش يكونوا في يعني ألاز يعني ألاز يلعبوا ألاز وحنا شفنا حتى غانا انا نقول لك من نهار من اليوم الماتش تاعنا دخلوا في الاخر وكانوا بالتوب هذاك تاع الفيناليست صحيح تشوفهم ميزونيتي رياليست من بعد ما ربحوا المقابله تاعنا ثم شافوا روحهم باللي قادرين يروحوا حتى لا فينال وهذا وين لو انه في خمس مباريات المنتخب الغاني سجل اربع انتصارات وهزيمه واحده فقط هذا هو الباركور دا فيناليست دا فيناليست بالمهم ما نقولوش الشامبيون ولو انه المنتخب الايفواري مازال ما خسرش في هذه الدوره تشاد اللي يعيش كنا شفنا لي فخي غايو اليوم قدموا مباراه كبيره ما نقدروش نقولوا انه ربما هما اللاعبين اللي راهم لحقوا غانا الى الدور النهائي اكزاكتومون سي دي ليدر خاصه نعرفوا ان المنتخب الغاني اليماج دو لا كوت ديفوار ضيع العديد من اللاعبين المعروفين اليماج دو اسيان جون مانسا كيفين برينس بوتينغ اللي غادروا الفريق قبل لا كان هذه شوفوا بلي لي فرير ايو رغم انهم سي دي جوار جون سي با دي ترونتونور ولا اللي عندهم ان اكسبيرونس كبيره بزاف ولكن ايزون سو كما يقول لك تيري كاع لو جروب فيغ لافون خاصة أنا نعرف المنتخب الغاني خسر أول مقابلة تاعو في هذه المنافسة ضد منتخب السنغال تما هذيك المقابلة الأولى كانت قادرة تكون تكسبلوزي كاع الجروب مي هذيك المقابلة هي اللي زافورجي سوداتهم وهم يروحوا فير لافون كما يقولوا صحيح بكلامك على المباراة الأولى ضد المنتخب السنغالي ربما الأخضر الغانيين في المباراة الأولى المهاجم القناص جيان لم يلعب ولكن وكان المنتخب الغاني خسر اليوم جيان كذلك ما لعبش نظرا للإصابة ولكن الغانيين افيك لي فري غايو كذلك عرفوا كيفاش يفوزوا ويعبروا الى دور النهائي وهذه يعني هذه قوه الفرق اللي عندها يعني دي فورس ملتيبل و لو دونجي بو فينير ا نيمبورت كيل مومون و دو بارتو جروب يعني هي مجموعه اصلا مجموعه يا دي ليدر مي هذوك لي ليدر اي سون دون ان كوليكتيف كونتريرمون ا نو حنا الفريق الوطني الجزائري اللي كان حتى الناخب الوطني وصرح قال لك باللي فغولي وابراهيم لو كانوا في النيفو تاعهم يعني وهذا يعني يثبت ان اليوم المجموعه تكون اقوى على الفرديات ولازم المجموعه نعملوا توجور باش بوغ افوار ان كوليكتيف او ليو دافوار دي انديفيدياليتي سي اون ا دي انديفيدياليتي اي فو كي رون دون ان كادر دان كوليكتيف او سيرفيس دو كوليكتيف صحيح ولو انه مختار حريتي حتى المدرب هذا يعني كمنتخب الغاني مدرب المنتخب الغاني كان يعني سي سا بروميير اكسبيريونس مع هذا الخبره يعني الاولى التجربه الاولى مع هذا المنتخب ويقود مباشره الى النهائي لا عنده تجربه اولى حقيقه ولكن عنده تجربه قويه في الفرق اخرى اوروبيه اللي غرار تشيلسي لهذا احنا نقولوا عنده ولكن عنده فريق كما قال الخضر عنده لاعبين اللي دخلوا في البلان جو تاعو وين قادوا الفريق هذا كما قال جلال كان لاعبين غادروا هذا الفريق لاعبين كبار ماشي صغار ولكن لي دو فرير هذوك مشاو هذا الفريق يعني بقدوه بالمقابله لما تكلم على اللاعب اللي ما لعبش جيان اول مقابله خسروا لعب مع الجزائر ربحوا ولكن تعلموا وخدموا باللي ما يلعبش هذا اللعب حنا عندنا لعب حتى يقدروا يرفضوا التحدي حتى المدرب عرف كيفاش يستعمل اللاعبين ويستعمل الخطه اللي باش اليوم ربحوا ب3-0 وكانوا قادرين يربحوا حتى ب5-0 صحيح جلال في المباراة الماضية تاع المنتخب غينيا الاستوائية ضد تونس كانوا ربما ضعاف شوية مقارنة بالمنتخب التونسي ولكن اليوم كان وقفوا ند للند ضد المنتخب الغاني حتى الدقيقة 40 كنا نشوفوا يعني ولكن بعد صافرة ضربة الجزاء ربما كان انهار نسبيا هذا المنتخب. حقيقة يا زيد شفنا منتخب غينيا الاستوائية دوبي الدوبي تاع التورنوا هذا اللي تي توب كان يدير مقابلات في القمة كسوسا فيزيكمون ولا تكتيكمون مي نعرفوا بلي هذا المنتخب سي جا المنافسة هادية بارابور للمنتخب المغربي اللي ما نظمش دونك انا جو بونس با كو المنتخب اللي على ديرني مينوت ديرني مينوت ديمارا لا بريباراسيون تاعو يقدر يدير 6-7 ماتش او نيفو اليوم شفناه ضربة جزاء شفنا البوت تاع الاول تاع غانا انهارو باسكو مونتالمون اي بوفي با كونتينيو افيك لو ميم ريتم
صحيح، ولو انه مخطر حالتي الريتم اليوم كذلك الكونديسيون فيزيك تاع المنتخب غينيا الاستوائيه ربما هو اللي صنع الفارق في الشوط الاول اللي خلاه يوقف بند الند مع هذا المنتخب. حتى الفريق غانا قوي بدنيا، لما تشوف المقابلات اللي سيرهم كان يعني يلعب حتى الدقيقه الاخيره، ولهذا انا نقول باللي غانا هم اللي سيروا المقابله كما يحبوهم. صحيح صحيح، ولو انه قبل ان تفضل لو نشوف ثانيك لي 20 بروميير مينوت لي دو زيكيب بوفي ماركي لي دو زيكيب، هذه ربما النقطه اللي كنت نتكلم عليها. سيتي تري اوفير، شفنا هجومات يعني لو ماتش تي فريمون تري اوفير. نقدروا نقولوا المقابله هذه سيتي كوم كومبا دو بوكس، الاول اللي سجل سيتي ضرب، لهذا احنا قلنا يعني الاخضر لما تلقاو يعني الحكم اعلن عن ضربه جزاء لمنتخب غانا، ربما لاعبي المنتخب غينيا الاستوائيه كانوا انهاروا نوعا ما. طبيعه الحال يعني لما تشوف انت عندك لو سونتيمون باللي تقدر انيمبورت كيل مومون تقدر يعني تبروندغ لافونتاج في الماتش، ومن بعد تكتب مون لو بينالتي لي تي جوست يعني ما كان حتى، ولكن يعني احنا نقولوا باللي والفوا وحسوا باللي زيتي افونتاجي، وهذا الشيء اللي اثر عليهم ذهنيا كي شافوا كيما نقولوا احنا لا جوستيس تاع الاربيت في لي ديسيزيون تاعو اللي تي تري جوست، وهذا اللي اثر فيهم معنويا. اون بارلون دارربيت اليوم شفنا حكم جزائري اللي تي اربيت اسيستون سيتي مسيو ابي تشاف، ابي تشاف كان كاتريم اربيت، كان ايتشالي اربيت مساعد اللي ادى قلت انا كان عرفوا يصيروا المقابله يعني لما سجلوا الهدف الاول عرفوا كيفاش يزيدوا يكونتريو، خاصه انهم لعبوا كونت سيغ دي كونت، وين اضافوا عرفوا وين المومون وين لازم يزيدوا ما يحبسوش، وين زادوا الهدف الثاني وكانوا قداو على المقابله. قتلوا المباراه ربما مختار حريتي، نروح نشوف فاصل ثم سوف نتكلم على المباراة النهائية التي سوف تجمع بين المنتخب الغاني والمنتخب الإيفواري. إذن فاصل ثم نواصل. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في الجزء الثاني من حصة كان 2015. إذن الخضر عجالي، المباراة النهائية سوف تجمع بين المنتخب الإيفواري ومنتخب غانا. يعني في 1992 كان المنتخب الإيفواري خسر ضد المنتخب كوت ديفوار، ربما المنتخب الغاني يبحث على لا ريفونش يعني، والمنتخب كوت ديفوار يبحث عن التأكيد. De toute façon, on va dire que la logique a été respectée, étant donné que le منتخب هادوما il faisait déjà partie des favoris. ودوك نشوفوا باللي هنايا الفارق تاع لي ليدر اوبيراتوار اي تري امبورطون، باسكو اليوم شفناهم باللي زون ايتي ديسيزيف، على غرار كيما نقولوا حنايا جيرفينيو، على غرار الاخوه بولي، ونظن باللي راح نشوفوا نهائي يعني زوج منتخبين يلعبوا بطريقتين يعني ديفيرونت. فريق الغاني اللي يلعب ابوبري كيما احنا الجزائر، سي دي ان جو دو بوسيسيون اي تو، رغم انه على بالنا باللي يفيد بوكو دو كونتر اتاك، وفريق الكوت ديفوار فريق اللي يعتمد كثيرا على لي كومبا فيزيك، وشفناه على غير المقابله تاع الجزائر وين يعني لا الى با مال ديفوندو، ونظن باللي راح نشوفوا مستوى عالي ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى برك الامور يعني كما نقولوا المناخ اللي راح تجرى في المباراه تبقى في مجالها، يعني مباراه تبقى مباراه كره قدم، ما نشوفوش دي ديباسمون كما شفنا اليوم ان شاء الله. صحيح مختار حريتي، ربما منتخبين في النهائي، المنتخب الجزائري انهزم امام المنتخب الايفواري والمنتخب الغاني، ربما يعني احنا لعبنا كات ماتش في هذه الدوره، فزنا باثنين وانهزمنا في اثنين، وانهزمنا امام الايفواريين والغانيين، منتخبين في النهائي. لا هو كان اكدها الاخضر لما قال لا لوجيك ريسبكتي، احنا نقولوا هاد الفريقين يعني هما فريقين كبار في افريقيا، عندهم كما تشوف الغانا عندهم 8 خطرات وهذه التاسعه، تاسعه نهائي سي بوكو. هنا نعرفوا الكره الغانيه واش راهي تخرج يعني الجيل الجيل، حتى الايفواريين عندهم يعني مستوى كبير، وين احنا على بالك هاد المنتخبين خسرنا معهم في زوج، هنا يعني تقول باللي هادو رايحين يديروا نهائي. كوكو شيخ هذه ماشي سبب باش نقولوا لا خسرنا، لا خسرنا يعني فريقين كبار، ما نغطوش لي شاك تاعنا شيخ، لا يعني النهائي خسرنا مع فريقين كبار، ماشي باش خسرنا كونتر دو فيناليست، دو فيناليست يعني. وهذه لا فينال ان شاء الله احنا رايحين نشوفوا، سوف كو يعني هاد لي دو فيناليست كانوا مرشحين فوق ارضيه الميدان، وحنا كنا مرشحين فوق الورق، حنا فوق الورق وما فوق ارضيه الميدان. لو رياليزم بان بلوس من الرياليزم شيخ، شفنا البارح لاعب كيما غولام، شفنا دار ان باس ديسيزيف في الفريق تاعو نابولي دون توش، عطاها الايكوان ماركا في لاكوب ديتا
ايطاليا ثاني تمريره ربما بهالطريقه هذا الموسم. هو لو هدف المنتخب الوطني ما يديرهاش صح، يروح ايطاليا يديرها صح. لاعب كي تاع كوت ديفوار يبين في افريقيا. جلال دوكا لاعب واحد براهيمي تشوفوا في بورتو، هو عطاها لواحد اللي يعرف يسجل تانيك اقوال موش لاعب صح يعني. احنا ما عطاناش، احنا ما شفنا والو. واش عليه صح جلال؟ خلينا نتكلم على المنتخب. تفضل الخضر. لا سيتاسيون تاع جوزي مورينيو اللي يقول لي شامبيون سي سو كي غان طول طون با دو طون زون طون. هذا ما كان حنا كنا نقولوا مع الاول كنا نطلعوا في حسابات مدى بنا نو، لما تكون فافوري وعندك لي كاباسيتي اللي يجيك تربحوا. هذا هو التصريحات هذه كانت تناقض فيها الناخب الوطني وين قال انه ولو انه هذه التصريحات كانت تناقض فيها الناخب الوطني وين قال انه انا جيت المنتخب الوطني نفوز بكل المباريات، ثم التصريح الاخير قال ربما الخساره اللي ضرتنا هي ضد المنتخب الغاني، كنا ما راحش نواجه المنتخب الايفواري في الدور الثاني. ولكن خلينا الان ربما في النهائي. جلال، المنتخب الغاني لديه اربع كؤوس في سنه 1963 ضد المنتخب السوداني، و65 ضد المنتخب الشقيق تونس، و78 ضد اوغندا، وفي سنه 1982 ضد المنتخب الشقيق الليبي كذلك. اذا ربما لديه خبره كبيره في افريقيا، ولو انه هذه تاسع نهائي يلعبها الغانيين. اكزاكتومون تاسع، تما خسر ربعه وربح ربعه، دونك هذه لا 9ام. دونك لوبجيكتيف تاع المنتخب الغاني سي باش يوصل المنتخب المصري لاوروب بسي تيتر. سبع كؤوس المنتخب المصري. دونك عنده لوبجيكتيف تاع يلحق المنتخب المصري، اون بليس دو سا عنده اكسبيرونس كبيره في افريقيا. بكري كنا نعيط لهم لي بريزيليان دو لافريك، حتى لي فرير ايو الاب تاعهم سي ابي دي بولي لعب سابق. دونك المنتخب الغاني عنده ثقافه كبيره في لاكوب دافريك. اون بليس دو سا لو انه والد لي فرير ايو ابي دي بولي خسر في 1992 ضد المنتخب ايفواري. اكزاكتومون. دونك يا اون دوبل ريفونش، خاصه ان في 92 المنتخب الغاني هو اللي كان مرشح، ماشي منتخب ساحل عاج، ولكن صار لا فيريتي تاع لو تيرا كما كان يقول المستطيل الاخضر. ربما يوم الاحد هو هو, هو الواقع. برك ما لي زوبجيكتيف فاميليال وما يخلطوش مع لي كما نقولوا لي لي زوبجيكتيف تاع البلد. باسكو على بالك نهار يكون عندك اب خسر اون فينال ويجي يقول لك يا وليدي هاد لا فيكتوار لازم تربحها ليا، سا فا تخي اون بريسيون سوبليمونتيغ. نو اون بريسيون سوبليمونتيغ بور لي فخيغ، يقول لك لازم نجيبوا هذه. منذ قليل قلنا ان الاخوين هذوما هما اللي لو روندمون تاعهم هو اللي خلى المنتخب هذا يوصل الى الدور النهائي. يعني انا ما نشاطركش في الراي، باسكو انا جو بونس باللي سي ان كوليكتيف. صحيح. هما كان لديهم دور بارز ان صح. عندهم بارز. اندري ايو ما شفناهش يعني حقيقه على وجه كبير بارابور الاخ اللي يلعب في مارسيليا. تفضل جلال. كوكو شفنا لا ماجوريتي تاع لو جروب تاع غانا هذا خسر اون فينال اون 2010 كونتر مصر. ثانيك لا فينال دو 2010 لي زاماركي باسكو ايزون دوميني، والمنتخب المصري سجل لهم هذاك العام في الدقائق الاخيره. دونك حتى هاد اللاعبين يحبوا يمدوا لقب للبلاد تاعهم باش يقول لك بلي حنا ثانيك ندخلوا في ليستوار تاع المنتخب الغاني. صحيح. انا حبيت فقط نطرق لواحد النقطه مع الخضر، ولو انه حتى مختار حالتي يمكنك ان تتدخل في هذا السؤال. الخضر، فقط شفنا المنتخب غانا لديه اربع كؤوس سنه 1963 65 78 وكذلك 82، ولكن هنا المنتخب الغاني صنع لنفسه اسم في افريقيا، ولكن المشاركات المونديالية بدات من سنه 2006 2010 و2014. هذا يعني سي ما نقدروش اون بو با ليكسبليكي اسكو لو نيفو تاع لافريك هذاك الوقت كان فابل وهما كان عالي على الافارقه، ولكن المستوى تاعهم ما كانش يسمح لهم باش يكونوا ميم نيفو مع في كاس العالم. يعني يا با دو فيريتي دون الفوتبول. كل خضر لو نومبر دو بارتيسيبون افريكان في لا كوب دي موند زاد، بكري كانوا ثلاثه وكذا، دوكا حتى اون 2010 كانوا سته فرق افريقيه شاركوا في لا كوب دي موند. سي اون دي ريزون تسمح حتى لو نومبر تاع لي زيكيب افريكان اللي زادوا يسهل من الماموريه باش تكاليفيهم. ولو انه فيه يعني منتخبات منافسات جلال، ولكن احنا واش حبيت ربما نوضح الرؤيه فقط انه هذا المنتخب سي بازي سور لا كوب دافريك، يعني خدم اسمه في كاس افريقيا، ثم اصبح يعني المنتخب الغاني اصبح يشارك في المونديال من سنه 2006، ولكن من 2006 اصبح يشارك باستمراريه. باستمراريه، ولكن يروح حتى الادوار متقدمه. كارد فيناي سون 2006 وخسروا يعني ضد المنتخب اوروغواي بضربه الجزاء. نشوفوا سواريز، اسمح لي شيخ نقد لا لا ماشي بضربه الجزاء، على ردينا ميليت ربما كان سواريز خرج خرج بالبطاقه الحمراء. لا، ولكن لما نشوفوا الفرق الشابه تاعهم ام يروحوا حتى الفيناليس كوب دي موند. صحيح. حتى وين داو وقيل لقب في مصر، داو في مصر. لما تشوف انت فازوا بكاس العالم في مصر. كاس العالم تسمى عندهم
عندهم كما يقول لك لابات يعني لابات اللي راهي طالعه. وحتى الفريق هذا تجدد بهذيك لابات، كاين لاعبين اللي لعبوا، ولهذا نقولوا احنا العمل ثقافه الفوز ربما موجوده، والعمل مستمر في غانا، مستمر على غرار الشبان تاعهم. لما تشوفهم تا يروحوا لا كوب دي موند ويروحوا حتى النهائي، هنا تعرف باللي هذا البلد هذا عنده ثقافه تاع كره القدم. ولو الاخضر المنتخب الغاني ربما البعض لم يرشحه بقوه في هذه الدوره، وجمع ذلك، وكنا ناقشنا هذا جلال، جمع ذلك بابعاد بعض نجوم المنتخب، الى انه يعني شباب هذا المنتخب يعني برهن ورفع التحدي، واليوم راهو في الدور النهائي. احنا لما نشوفوا لو باركور تاعو يعني سيتي الى ايتي يعني بروغريسيفمون بدا يطلع في لا كادونس اي تو او ديبار نيتي با فريمون فان. المباراه الاولى هزيمه ثم بعدها كلها انتصارات، ونتمنى لو كان تكون عندك الذاكره مليح الاخ يزيد ضد الفريق الجزائري. ما يعني الفريق الجزائري ما يستاهلش الخساره، بالعكس، ولكن هذه هي كره القدم. دونك سي لو رياليزم تاعهم كي افي كو لا كونسونطراسيون لا ديتيرميناسيون، كيما نقولوا الدرس اللي خداوه مع الفريق السينيغالي كي خسروا، تما هذا هو الشيء اللي خلاهم يطلعوا في المنافسه شيئا فشيئا. صحيح. جلال، المنتخب المنافس هو المنتخب الايفواري، اربع مرات في النصف النهائي. المنتخب الايفواري كذلك خسر نهائيين وفاز بواحده سنه 1992 ضد الغانيين. فوالا، حتى منتخب كوت ديفوار انت قلت يعني منتخب غانا عنده تاريخ وان اكسبيرونس كبيره في لافريك. نقولوا منتخب كوت ديفوار سي ان غاشي اون كالكو سورت، شفنا من 2006 فادير منتخب فيه غير النجوم، ولكن اشاك فوا يتكسروا سنانه في هذه المنافسه. دونك ان سول تيتر من 92 سي ان فادير شويه، والان هم يحوسوا يعاودوا يصلحوا كاع الاخطاء هذه باش يربحوا لي تيتر ويعاودوا يولوا للسكه. صحيح مختار. حتى الفريق هذا يعني اللاعبين انا نقول لك راهم في ذهنهم باش يدوا هذا الكاس، لانهم عندك المنتخب الايفواري لانهم عندهم لاعبين اللي رايحين يغادروا الفريق، لازم لهم يغادروا لاعبين كبار، يغادروا يا توري وست لاعبين ربما بشرف، وحنا غادرون كولو توري كذلك وغادرون المنتخب. وحنا نقولوا هاد الفريقين الاثنين اللي تاهلوا كما قال الخضر سي تان جروب، ماغري عندهم دي زانديفيدياتي بصح سي تان جروب، لهذا راح نشوفوا مقابله يعني صعيبه شويه. صحيح. خلينا نشوفوا راي الخضر في هذه المقابله بين مدرب وتقني فرنسي ارفي رينار يحسب له الف حساب، ومدرب جرانت المنتخب الغاني. ربما حتكون حرب تكتيكيه فوق ارضيه الميدان. بيان سور راح تكون حرب تكتيكيه كما سبق وين قلت، سافا اتر دو ستيل ديفيرون. Donc il y aura une équipe qui va avoir la possession, c'est des petits gabarits, centre de gravité très bas, donc ils sont capables d'éliminer, de se retourner rapidement. Le Farik l'Ivoire, il y a un Farik costaud et tout. Donc le point d'interrogation, est-ce que le Farik Côte d'Ivoire va laisser le corps qui m'a dit avec le Farik Jazaïri ou va s'attendre à... دوك مع ارفي رونار دوك تو تي بوسيبل، يعني هذا المدرب دوك تحير كيفاش دير معاه نهار راح تلعب كونتر عليه، ولكن يفا ايتر سو بريسيون باسكو راح يعيش حاجه تاريخيه ليه شخصيا. علاش؟ باسكو يفا بروندغ سي لو كان يربح لو دوزيام تيتر افيك دو كلوب ديفيرون. تقدر ربما يعني في هذه الدوره المنتخب الايفواري لعب حتى الان خمس مباريات، ثلاثة في المجموعة ودور ربع نهائي ونصف نهائي. أرفي رينار استعمل خمس خطط كاملة في خمس مباريات. دونك هذا الناخب هذايا اللي كابابل دونك اللي يوتيليز دي سيستيم دو جو فليكسيبل، وانا نظن باللي سي لا فورس دان غران انترينور، باسكو انتريني سي با سولمون سور لو تيران مي سافوار اوسي كيما نقولوا حنا غاردي لا كونسونتراسيون اي فيغ اكسبتي سون بروجي باغ لي جوار اللي عندهم اسم كما على غير الروش عنده، كما نقولوا حنا جيرفينيو يا توري. لما انت تقدر تقول جيرفينيو يقدر يدافع ويولي، لو انه بذكرك لهذه الاسماء الخضر نعم بذكر بكل هذه النجوم، البارح كان صرح بعد المباراه، كان صرح أذرينار وقال انه صحيح لدي طريقه في العمل، ولكن الفضل يعود لنجوم فوق ارضيه الميدان في صوره يا توري، ويعني القائمه طويله. شوف كما نقولوا حنايا بالعاميه، اللاعبين هما اللي يديروا المدرب،
ولكن المدرب عنده خدمة تاعو والخطه تاعو الخطه تاعو. انا نقول لك الفيرونار مد يعني مد واحد الشخصيه للاعب للفريق هذا ثقه في النفس كبيره لما تشوفه على خط التماس ما يحبش كاريزما وما يحبش خليه يصنع الفارق وتشوفه لما يهدر مع اللاعب يعني يتقبل اللاعب بكل سهوله. لهذا قال الخضر لما تلقى انت لاعبين يتقبلوا هاد الخطط تاع كيفاش ديرهم فراكسيون سيكوند دي مينوت تبدل هنا عندك يعني تقدر صح. تعمل مع فريق كما تحب. صحيح. جدل يعيش حتى نختم حصة اليوم، خلينا نبدأ بك، في رأيك من الأجدر بالفوز على بهذا اللقب، ولو صح التعبير يعني من الأحق بفوز بهذا اللقب في رأيك انت؟ انا جو في دير انا بوندون لا كومبيتيسيون كنت نقول لك الزوجة منتخب كوت ديفوار عنده كأس واحدة اخويا اللي مع تحدي لقب ثاني اللي مع كوت ديفوار خويا مع ارفي رونار ان شاء الله يدوز الزوجة وهذا ما كان ان شاء الله. دونك جلال يرشح المنتخب الايفواري بقياده ارفي رونار. الاخضر احنا نعود لك كذلك شيخ الاخضر، ربما قراءتك في هذه المباراه، ولو انه من هو المنتخب اللي راك تشوفه يقدر يتوج بكاس افريقيا؟ كذبح اليوم جلال كذبح اليوم كذبح اليوم جلال مالا دوك يزيدوا يخسروا باسكو على الزوجة تاع المنتخب الوطني ذبح هاد الجزائر اللي بينا دوك مالا نقول لكم خلينا في رايك الخضر خلينا في رايك يعني قلت لك ذبح اليوم مالا الجزائر يلا كل صراحه على الخضر ما نشوف انه والله يعني احنا نقول لك حاجه دوك هيت سي دو سيليكسيون كي اون باتو الجزائري هكذا دوك احنا سافا نو فيغ كما نقولوا سبا سوبليمونتير واش نقولوا نقولوا باللي اللي ربحونا داو لا كوب دافريك هادي تسمى كوتي كما نقولوا احنا هذوك الفاج كما كان في كاس العالم المنتخب الالماني فاز علينا وتوج باللقب العالم نقولوا حنايا باش 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 برك نسعفوا رواحنا نو احنا انا نظن باللي اليوم كرياضي سابق يعني ولاعب دولي سابق نتمنى الكوت ديفوار يربحوا باسكو لي جوار تاعهم رامون فان سيكل ولكن لو نتكلم كرياضي بصفه عامه ان شاء الله اللي ميريتي في هذه المقابله يديها يلا ربما التحليل اللي يكون مليح في ارضيه الميدان هو اللي راح يفوز هذا هو التحليل الانسب. مختار حاليتي رايك في المباراه ومن سوف يكون له شرف بالتتويج بالسيده الافريقيه؟ اليوم شفنا لاعب ما لعبش في فريق غانا هو لاعب جان انا نقول لك لو كان يكون جان في المقابله النهائيه راح يكون يعني الفرق انا نقول الغانا راح يكونوا احسن من الكوت ديفوار ربما ترشح يعني الغانا عن المنتخب الايفوار لو يلعب جيان راح تكون مقابله اخرى للغانا يزيد صح الشيخ عنده لاعب فافوري سي بوني كنت تكلمنا بزاف على بوني قدرت لا نحب بوني صح لما تشوفوا لاعب كبير يعني كما يقول يزيد شحال 35 مليون اورو ماشي حاجه ولكن تشوف المجموعه تاع غانا ثاني ما هي سهله وكما قال الاخضر قصار وهو القصار وعرينا ولو انه في كلامك على جيان هو جيان ما لعبش مسكين بليسي ولا بليسي نعم ولو انه لاعب هذا هو ثبتنا في لاكان هذا الشيخ دخل بليسي دخل ماركا جات بليزا ما زدش لاش فلاح ربما هو مفتاح هذه الدوره للمنتخب الغاني. الاخضر عجالي شكرا جزيلا على حضورك اليوم وعلى تحليلاتك شكرا وان شاء الله في المناسبه القادمه ان شاء الله ان شاء الله. مختار حالتي شكرا جزيلا على حضورك اليوم نلتقي ان شاء الله يوم السبت في ربما في حصه تسبق النهائي شكرا متبادل وان شاء الله كنا خفاف في الحصه هذه وحللنا يعني الحاجه اللي نقدروا عليها ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك جزيلا مختار حالتي جدل يعيش صحفي بالقسم الرياضي وبقناه الجزائريه شكرا جزيلا لك مره اخرى يعطيك الصحه يا زيد وكما قال الخضر ولا وليت نضبح لازمني راك صحيح انا يا ما كان يعطيك الصحه شكرا للجميع المشاهدين الكرام. الاجابه عن من سوف يكون بطل هذه الدوره سوف يتحدد ان شاء الله يوم الاحد بعد المباراه. اذا المشاهدين الكرام سوف نعود يوم السبت في حصه خاصه نخصصها لافون ماتش تاع النهائي. الى ذلك الحين ابقوا اوفياء لقناه الجزائريه قناه كل الجزائريين دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.